يعني بجد ان الاوان ان امام عاشور يرجع تاني لمنتخب مصر. انا امبارح بتفرج على المباراه في الملعب، كابتن حسام حسن لا خلاف على تريزيجيه، لا خلاف ان محمود حسن تريزيجيه واحد من ايقونات الجيل الحالي لمنتخب مصر مع محمد صلاح، يعني زي دي ماريا وليونيل ميسي في الارجنتين. انا بشوف ان تريزيجيه وصلاح في منتخب مصر اخر 10 سنين، لكن امام عاشور يعني كابتن حسام شريف امبارح في المباراه طول الوقت يا كابتن بيستخدم محمود تريزيجيه على الدايره منطقه العمق تحديدا، مش مكان تريزيجيه. اه ممكن بيلعبها وبيأديها في بعض المباريات، لكن لا خلاف على ان وجود امام عاشور في الحته دي بالامكانيات الكبيره اللي عند امام بالتصويبات. هو السؤال، هو حسام استبعد امام؟ هو ما حصلش، يعني انا اعتقد ان كان في نيه لعدم ضمه، ده اللي انا اعرفه، كان في نيه. احنا مش هندخل في النوايا والله يا كابتن، انا كنت هسال نفس السؤال بس انا مش عارف. مش هندخل في النوايا بدليل يا كابتن التصريحات اللي خرجت. خلينا بلال بس، معلش معلش، خلينا امام ده كان عندي عامل احلى حلقه في التاريخ. اوكي، بس خلينا نقول بما يرضي الله، ما في اختيار الا لما حسام اختار امام. تمام، يعني ما في اختيار للمنتخب الا لما حسام اختار امام. اختار امام، واخر مره امام خرج مصابا فخرج من المنتخب. تمام، وطلعت بقى الاشاعه انه ده هيخرج مصاب، مش عارف ايه القصه الحدوته اللي ما بنحبهاش دي. فالراجل كاختيارات هو اختار امام كل مره، يلعبوا اساسي ما يلعبوش اساسي. لا دي وجهة نظر. هذا حق اصيل للمدير الفني لمنتخب مصر. بالزبط. هنا يبقى في نوع من انواع الظلم على كابتن حسام. لا انا بشوف ان لو في بوادر مشكله، انا بشوف لا ان لو بوادر مشكله او بوادر عدم نيه في ضم امام. وجهه نظري يعني انا ما اعتقدش انه هيكون في ازمه. على الكلام اللي سمعه كده، يعني طالما الكلام اللي سمعه انا شايف زي ما الكابتن شوبير بيقول انه في نوع من القناعه من كابتن حسام حسن بإمام عاشور، وشاف حاجة تانية. يعني معلش مع احترامي، أنا واحد من الناس اللي كنت بطلع في الحلقات بعد يعني فترة من الفترات، كنت يعني بالنسبة لي إمام عاشور واخده سلخ زي ما بيقولوا بسبب تقصيره في حق نفسه. البداية كانت عظيمة، بدأ الكيرف ينزل، وبعد كده بدأنا إن إحنا من أول دلوقتي بدأ إن هو عشانه في النهاية في الأول وفي الآخر. لكن ما أعتقدش إن في حد عاقل هيختلف إنه أفضل تمانية موجود بشكل عام هو إمام عاشور. ده هو اللاعب اللي عنده الاتزان التكتيكي ما بين كونه إنه هو يقدر انه يدافع ويقدر انه يهاجم، يقدر انه يقوم بحته ان هو يكون بوكس تو بوكس بشكل كويس. افتكر بس يا كابتن فيتوريا، الناس يعني قعدوا معاه كده وتحايلوا عليه، معلش جرب في امم افريقيا، جرب امام ويلعب امام عاشور ويكون افضل واشادات بشكل كبير جدا. فما اعتقدش ان في مشكله بالنسبه للكابتن حسام. يعني انا اتمنى الحته دي، لان انا امبارح يا كابتن في المباراه في الملعب، انت عارف حضرتك مشاهده المباراه من الملعب بتختلف عن مشاهده المباراه من فانا شايف ان المنتخب امبارح كان مفتقد. ناصر ماهر بالمناسبه عمل مباراه كبيره جدا، ولكن انا بشوف ان امام عاشور زي ما قال شريف اكتر اللاعبين انضباطا في الادوار التكتيكيه للاعب رقم 8. انا بشوف ان امام وهو في التوب فورم بتاعته خلاف على موهبه لعيب رقم 8 متكامل. وخلي بالك امام مع المنتخب بيبقى حاجه ثانيه خالص. بالظبط، وهو يعني حتى لو بيأثر شويه مع النادي الاهلي، لكن مع المنتخب بيروح في حته ثانيه.